الاشتراك في الوجبات الصحية، وأنا أتوقع أنت الحين قاعد تشوفوني ما في أحد سواء أنت اللي قاعد طالعني ولا أحد من أهلك ما اشترك في شركة وجبات صحية، وهذا سبب مبرر. الحين اليوم خصوصا في مجتمعنا صارت الحياة وايد سريعة مشغولة، فصار الواحد ما قام يمدي يطبخ بالبيت، يقوم من الصبح يروح يبلش دوامه، يرجع مرة ثانية يمكن الساعة 3 يدش البيت، يلا يجاب له مثلا عياله ولا يحط راسه ينام ولا شيء، يقوم تبقى له ساعات قليلة باليوم اللي يكون فاضي فيها، غير الالتزامات اليوم بالليل يمكن قد تكون عند الشباب دواوين، عند البنات يمعات، زوارات وإلى آخره. فصار الاشتراك في الوجبات ضرورة. انزين، لما نشترك اليوم في الوجبات الصحية شنو خلينا نقول المعايير او الاشياء اللي لازم احنا نحطها في بالنا علشان ناخذ اهدافنا من هذا الاشتراك؟ اول شيء اختاروا المكان اللي يخليكم تستمرون، لان الاستمراريه ضروره في الدايت، بحيث ان اليوم تختار المكان اللي تشترك فيه خله يكون اول شيء مناسب حق الحياه الحديثه هذه مالتك. تقدر تختار وجباتك من داخل الابليكيشن، من داخل الويب سايت، من تليفونك الى اخره. في خدمه عملاء اليوم تتواصل وياها بشكل مباشر وموجوده والردود سريعه. التنوع في الاطباق، وهذا الشيء وايد ضروري، بحيث ان اليوم انت كل يوم قاعد تاكل هذا الاكل الباقه المحطوطه لك، فضروري اليوم تنوع بالاطباق بحيث انك ما تمل. فهذه النقطه جدا ضروريه عشان تستمر في اطول فتره. عقب ما تشترك بعدين في اخطاء يعني احنا نشوفها بالفعل اللي سولفنا عنها، هذه اللي خلينا نقول ما تنزل اوزانها وما تاخذ اهدافها. تشترك تاخذ الباقه المناسبه، كل شيء تمام، السعرات مناسبه حق هذا الاشتراك لنزول الوزن. بعدين مع المتابعه خلال اسبوعين، وهذا شيء ضروري انا انصح ان اللي يشترك يتابع، لا يشترك و يخمر يقعد بالبيت، لا خليه مع اخصائيين التغذيه، اذا ما عنده وقت خليه تشيل التليفون يتصل. فمع المراجعه نكتشف انه والله ما صار الهدف اللي احنا حطيناه هذا ما تحقق او كان وايد بطيء. حيل فلما نسولف نطالع شو السالفه نكتشف ان اللي اشتركت او اللي اشترك قاعد يدخل شغلات من برا البوكس. فأنت اليوم مو بس اشتركت وهذا الشيء كافي، لا، لازم تلتزم في خطة اشتراكك. على سبيل المثال اليوم كان نزولك الوزن خلينا نقول محدد ل 1400 سعرة حرارية. انزين انت قاعد تاكل الوجبات مالتك وشوي والله طلعت يا ربعك وزركت لك من كافيه سويت شوي، لا والله قاعد بالزوارة ها كنا ما يضر، خلنا ناخذنا شوية ما ادري شنو قفشتين ثلاث قفاش من المكبوس الموجود. ابدا، السعرات اليوم خلاص موجوده داخل البوكس محسوبه لك، لا تاخذ شيء من برا. بعدين تجي فئه ثانيه تقول والله انا قاعد اكل شيء صحي، قاعد اكل تمر، قاعد اكل فاكهه، تظل سعرات حراريه وان كانت صحيه، لكن انت اليوم لما تدخل سعرات حراريه من برا البوكس المحدد لك بالسعرات الحراريه فانت شيء ثبت وزنك، والله في حالات حتى تزيد اوزانك كثر ما تاكل الشغلات الصحيه بالزياده عن المخطط لها في خطه اشتراكها. كذلك في فئه عندنا وتمر علينا هذه بشكل يومي، عندها عوائق صحيه لكن هي ما تدري عن نفسها. اعطيكم على سبيل المثال، وايد صار عندنا اليوم في مجتمعنا ناس عندها خمول بالغده الدرقيه، والغدة الدرقية اليوم هي مسؤولة عن عمليات الميتابوليزم أو خلينا نقول عمليات الحرق والبناء والتغيير داخل الجسم. فأنت مهما تسوي دايت، رياضة ومحافظ على نفسك ما راح تنزل وزن نهائيا، لأن الغدة الدرقية لما تخمل راح تعيق أهدافك. عندنا كذلك عند البنات وهم نفس الشيء، هم ما يدرون عن نفسهم، يكون عندهم تكيس مبايض، نفس النتيجة، ما راح ينزل وزن دام في تكيس مبايض، بل في أغلب الأحيان الوزن راح يبلش يصعد من غير أسباب منطقية بسبب تكيس المبايض. في بعد
وهذه الفئة يعني يختصون فيها، شاطرين فيها البنات من هالجانب، هي اوريدي يكون عندها خلينا نسميه مثل عدم وصف الحالة بشكل صحيح. هي اوريدي وزنها ممتاز ما في شيء، لكن ابعاد جسمها للحين مو عاجبتها 100%. يمكن قد تكون هي رياضية، تبي خصر معين، كتف معين، الى اخره من الاشكال البنات اللي يبونها من اجسام، وتي تشترك وزنها فعلا ما ينزل، لان هي ما عرفت توصف الشيء اللي هي تبي. هي ما تبي تنزل وزنها فعليا، هي تبي تضبط شكل جسمها، وهذا الشيء نعبر عنه احنا هني بالنسبة الدهون، اي كمية العضلات مقارنة مع كمية الدهون. فلازم العضلات تصعد او الدهون فقط تنزل، او الاثنين مع بعض يتحركون. وهذا مو بالضرورة انه لازم الوزن ينزل، بل عندنا احنا في بنات ما شاء الله رياضيات اوزانهم لو توقفون على الميزان يعني يمكن البنت من البنت تنصدم، تقول معقولة هذه وزنها كذي؟ معنى شكل جسمها وايد حلو ومرتب، وخصوصا بنات الرياضيات كون كمية العضلات عندهم اعلى بكثير من نسبة الدهون في اجسامهم، وما راح تجسمون بنات لا تحاتون. اليوم انتم عندكم هرموناتكم الخاصة، مهما لعبتوا حديد بالامور الطبيعية مع جدول غذائي راح تكون شكل اجسامكم حلوة، ومو بالضرورة اذا كان وزنك زين تنزلينه زيادة يكون شكل جسمك حلو. خطأ شائع اليوم كذلك في يوم الأوف، يعني هذا عند البعض، ما بيقول كل، هذا يوم الإجرام، يعني يحط حرته مات الأسبوع كله في هذا اليوم، انتقام انتقام. زين أنت أوريدي احنا قلنا من البداية لو تروح مكان يكون فيه أطباق متنوعة أنت ما راح تنحرم من شيء، ومن كذي احنا دائما ننصح لا تحرم روحك، لا تحرم روحك، عشان لما يوم الأوف لا تفجر بالأولي والتالي. ليش يثبت في بعض الحالات يوم الأوف الوزن؟ لأن نزول الوزن ترى هو ما هو يومي، احنا صحيح نحط سعرات حرارية يومية لكن هذه كلها حق أسبوع كامل، فلازم الجسم عشان ينزل بالوزن يكون في منطقة أو مسافة العجز بالسعرات الحرارية للأسبوع كامل. فبنهاية الأسبوع هو غالبا الناس تاخذ يوم الجمعة أوف، يروح مطعم ياكل وجبة وحلويات وعصير وهالمشروبات الغازية، خلص بعدين عقب المطعم ها كنا والله يا الربع يبي لنا كافيه الفلاني، وراح كمل شرب القهوة مدري شنو والسوالف وعبى سعرات حرارية، رد بالليل والله اليوم الديوانية العزيمة الشباب منزلين هل هالمكبوس ولا هالمدري مفطح وهالسوالف، ورن كذي كل اللي سواه بالاسبوع، ما بيقول اخترب 100% لكن ثبته، فنزول الوزن ما راح يصير بهالحالة. شنو نسوي بيوم الأوف؟ خلي تكون بالعكس في وجبة مفتوحة وعقبها قطعة حلو، خلينا نقول بمقدار حجم الكف، كل واحد وكفه، الله يستر على الشباب اللي تشوفه كبار. زين باقي اليوم خل نهدى، يعني على سبيل المثال احنا هني بداية بوكس، هني بالوجبات الموجودة لك بالأسبوع، كمية هذه الوجبات اكل فيها الريوق الغداء العشاء، وواحدة منهم انت اوريدي راح تشيلها وراح تدخل وجبة الأوف. فاليوم انت علشان تاخذ اقصى استفادة من اشتراكك في شركة الوجبات اختار مكان يناسب لايف ستايلك، في تنوع كثير، واختار المكان اللي تكون في اختيارك للوجبات وتغيير الباقات واختيارها بشكل عصري من تليفون. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا، يقدر أي حد إن هو يقدر إن هو يعملها عنده في البيت، ومفيدة جدا. تتكون من اللي هي الفيتا تشيز مع الهاني اللي هو العسل مع شوية سبايسي اللي هو بدي طعم أو بكسر الحدة بتاعت الملوحة بتاعت الفيتا تشيز مع العسل. فبدي
طابع او تيست عالي جدا مع الفيتا تشيز والعسل مع السبايسي مع الخبز المحمص بالطريقه اللي هي الطريقه بالفرن مع السمسم مع حبه البركه بالاعشاب اللي هي الاعشاب الخاصه للوصفه نفسها. فالوصفه يقدر اي حد ان هو يعملها بسهله جدا وبسيطه. احنا بنعملها عندنا بنقدر ان احنا نعملها بالشكل ده او باي شكل من الاشكال طريقه طبيعيه جدا مع الخبز المحمص اللي هو محمص جاهز في الفرن، ونبدا ان احنا نقدمها مع بعضيها وبتتاكل بالطريقه الواحد ياكلها بالطبع الخبز المحمص مع اللبنه او الفيتا تشيز بياكلها بالطريقه اللي هو حبيبها. بالف هنا وشفا، وكده احنا انتهينا من الوصفه.